من أراد أن ينال العطايا لشراء بيت جديد فليلزم سورة الحديد، ومن كان يعاني من الوسواس والاكتئاب فليقرأ سورة النور على الدوام، ومن ألم به دين وأثقلته الهموم فلا ينم إلا بعد أن يقرأ الذاريات والقارعة، ومن خاصمه النوم وجفاه واستبد به الأرق فليلزم سورة النمل، ومن عجز عن صلح بين متخاصمين لا سيما إذا كان زوجين فليتمسك بسورة النساء، ومن استعجل قضاء الحوائج فليلزم سورة ياسين لا سيما في يوم الأربعاء بين الظهر والعصر ففيه ساعة تجاب فيها الدعوات، ومن أراد الهدوء في البيت وصون الأسرار فليلزم سورة الانفطار، ومن صعب عليه أمر وعسر وأراد السهولة فليقرأ سورة قاف، ومن أراد الولد والذرية فلا يترك سورة مريم، ومن أراد أن يهدئ الله من روعه ويبث الطمأنينة في قلبه فلا يترك سورة المزمل، ومن أراد الوئام بين متخاصمين فليقرأ سورة الشمس، ومن أراد النجاة من الفقر فلا يترك